واحد بقول ارجو ان تجاوبني هذه المرة يا سيد. انا شاب اعزب ساصل لسن 40 بعد عدة سنوات ولا ارغب في الزواج، ليس حبا في الرغبنة او الوحدة لكن طمعا في الحرية وعدم تحمل المسؤولية، هذا بالإضافة إلى أني لا أحب الزواج بسبب ما عاشرته في منزل أسرتي، والآن يضغط علي والدي لكي أتزوج لكي يطمئن علي في المستقبل لئلا أعاني الوحدة فيما بعد. هل أستجيب لهذه الضغوط أم أظل هكذا؟ المهم انك ما قلتلناش ايه وضعك من الناحية الجنسية، هل بتتعب منها ولا لا؟ سيبك من ضغوط والديك، هل لو جاتلك عرضوا عليك الفتاة اللي تشعر بتجاوب معاها هتغير فكرتك ولا لا؟ ولا هل كل ما يعرضوا عليك واحدة ما تعجبكش؟ انت لغاية دلوقتي ما قلتش بيعرضوا عليك حد، بس بيضغطوا عليك بالكلام انك تتجوز. جرب نفسك في الايام المقبلة وشوف هتقبل الزواج ولا لا. ليس ارضاء لوالديك، وانما اذا شعرت بان فكرتك تغيرت.